هسه خلينا نبدي بالريجريسيف تشينج اللي هي ايجينج يسموه هنا. الريجريسيف تشينج يعني التغيرات الجذريه اللي راح تحدث باللب فيسموه ايجينج. ايجينج هذا بالب يعني شنو؟ بالب متقدم بالعمر. عندما يتقدم الانسان بالعمر راح تصير عندي تغيرات بالبالب وهسه راح نجي نعرفها. اول شيء اولا اللي هو البالب ستونز اللي هي تصير عندي مثل الحصوات مثل الحصى. فبالب ستونز اللي هي عبارة عن دينتيكلز اللي هي حصوات. وهاي اولا وراح نجي نقسمها هسه. ثانيا راح يصير عندي تغير في الخلايا cell change. هاي الخلايا اللي قلناها اللي عندي اياها الأودونتوبلاست وهالامور راح يصير بها تغير راح تقل. الفايبروسيس راح يصير عملية تليف عندي. راح يصير عندي تغير بالفاسكولار تغير بالأوعية الدموية. وراح يصير عندي تغير بالنيرف. اولا خلي ابدي باول نوع اللي هو اوسعهم اللي هو البالب ستونز اللي هي حصوات الاسنان او حصوات اللب بالتحديد. يعني يقول لي بالب ستون اور دنتيكل هو يسموها لو بالب ستون لو دنتيكلز ار نودولار نودولار كلاسيفايد ماسز عباره عن كتل عقيديه عقد يعني مثل العقد عقد عباره عن كتل عقيديه متكلسه. وين موجودة؟ موجودة يا يعني أما بالكورونال بورشن اللي هو منطقة الكران أو بالراديكال بالب اللي هي منطقة الروت. إذن هو appearing in either or both the coronal and root portion of the pulp organ. يعني يا يعني أما موجودة فقط بالكورونال أو موجودة فقط بالروت بورشن أو موجودة باثنينهم. زين. They often develop in teeth that appear to be quite normal in other respect. مرات انه هي تخرج بالبالب بس هي ما مأثرت لي على البالب بصورة سلبية فراح يكون وجودها طبيعي. زين. They usually عادة are asymptomatic unless they impinge on nerves or blood vessels. باعوا هي تكون يعني عادة ما تكون بدون أعراض. إذا هي مثلا موجودة فقط بالبالب راح تصير asymptomatic يعني ما راح تكون خالية من الأعراض. لكن unless they impinge on nerves or blood vessels بمجرد دخولها أو بمجرد تمس الأعصاب والبلاد فيزلز اللي موجودة بالبالب لا بحالها حالة راح تصير عندي consideration اضطرابات لربما يصير inflammation التهاب palpitis وهكذا. زين. They have been seen in functional as well as embedded erupted teeth. راح تكون موجودة يعني بالأسنان يجوز اللي صايرة بها eruption أو unerupted teeth. زين. Pulp stone are classified. هسه راح نقسم البالب ستون classified according to their structure. يعني راح نقسمها حسب الستركتشر مالتها وراح نقسمها الى pulp stones may also be classified as free attached embedded depending on their location or relation to the dentin of the tooth. يعني راح اقسم اني ال البالب ستون حسب مالتها الستركتشر الى ثلاث انواع وحسب مالتها اللوكيشن والريليشن للدنتين الى ثلاثه انواع. زين ابدي بال اكوردنج تو ذير ستركتشر. اكوردنج تو ذير ستركتشر هي عباره عن دوائر يعني مثل الـ هي مثل الحصوات. شنو هاي تشبه بتركيبها للدنتين يعني هي عباره عن دنتين. اوكي اذن شنو اسمها؟ اسمها ترو دنتيكلز. ترو دنتيكلز هي عباره عن
true denticle. هي عبارة عن are similar in structure to dentine in that they have dental tubules and contain a process of the odontoblast that formed them and they exist on the on their surface. يعني شنو ال true denticles هي عبارة عن مثل ما قلت لكم nodular classified masses تشبه في تركيبها الدنتين. شلون بالله تشبه في تركيبها الدنتين؟ لان يعني تحتوي على الدنتال تيوبولز وتحتوي داخل هاي الدنتال تيوبولز على البروسيس اوف ذا اودونتوبلاست اللي هي من عندها راح يتكون عندي الدنتين على السطح مالته. زين ترو دنتيكلز اللي هي هاي اللي ادا اقولها are completely rare يعني تكون نادرة الحدوث. اوكي وشنو تكون؟ تكون نادرة الحدوث يعني نادرة نسبيا. وين تقع؟ and are usually located close to the apical foramen راح تكون واقعة بالقرب من الابيكال فورامن. ماشي؟ زين اذن هسه الترو دنتيكال قلنا تشبه الدنتين تحتوي على الدنتال تيوبيول وال الاودونتوبلاست بروسيس. زين وقلنا هي نادرة الحدوث وبعد شنو تقع بالقرب من الابيكال فورامن يعني بمنطقة الراديكولار. هنا هسه تقع بمنطقة الراديكولار بالب. زين A theory has been advanced that the development of the true denticle is caused is caused by the inclusion of the remnant of the epithelial root sheath تبهولي على هاي الكلمة within the pulp. اكو فد نظرية طوروها وقالوا انه هاي الترو دنتيكل مين جايتني؟ جايتني اكو خلايا اسمها epithelial root sheath اللي هي الهيرتوج. هاي هي خلايا تكون الجذر لكن شنو راح يصير عندي بقايا من عدها راح تدخل بالبالب. شوفوا هاي الصورة هنا عندي متكون الانيمل ومتكون عندي الدنتين وهنا الدنتال بابيلا. زين عندي هنا هذا يسموه الابيثيليال روت شيث اللي هو الهيرتوج اللي هو يكون الروت. راح اكو بقايا من عنده راح تدخل بالدنتال بابيلا وتحديدا في تكوين البالب فراح يكون لي هاي ذيس epithelial remnants هاي البقايا من الابيثيليال induce the cell of the pulp to differentiate into odontoblasts which then form the dentine masses called a true pulp stone. يعني اني هاي الابيثيليال remnants راح شو تسوي لي؟ مو دخلت بالدنتال بابيلا وتحديدا وين دخلت؟ دخلت بالبالب منطقة البالب راح تحفز الخلايا الموجودة بالبالب. أنا مو عندي خلايا اسمها undifferentiated ectomesenchyma راح تحفزها إلى أنه تكون لي أودونتوبلاست. هاي الأودونتوبلاست بوظيفتها إيش راح تسوي لي؟ راح تسوي لي دنتين كتل دنتينية تكون لي إياها بالترو بالب ستون. يعني شوفوا لي هاي أو طبعا هي هاي الترو دنتيكال هاي الترو دنتيكال شوفوا لي هاي الصورة مثل ما نعرف انه هو شنية الترو دنتيكال هي عبارة عن كتل عبارة عن كتل متكلسة عقيدية الشكل تحتوي على تراكيب الدنتين. ما هي تراكيب الدنتين التي تحتويها الترو دنتيكال اللي هي الدنتال تيوبيول وتحتوي في داخلها الاودونتوبلاست بروسيس. زين يقول لي زين اني ليش هي اصلا عبارة عن دنتين؟ لان محمود قال اكو خلايا اسمها epithelial root sheath اللي هي الهيرتوج. هاي شنية هاي خلايا تكون لي root formation. زين لكن تبقى عندي بقايا من هاي الخلايا راح تدخل في الدنتال بابيلا وتحديدا في مكان البالب راح تحفز الميزونكايمال ستيم سيل او يعني الاكتوميزونكايمال انه تكون لي هي undifferentiated mesenchymal تسوي لها differentiate الى انه تسوي لي odontoblast. هذا الodontoblast بوظيفته يكون
دنتين فراح يكون لي كتل دنتينية متكلسة عقيدية الشكل راح تصير على شكل ترو دنتيكال. زين هاي وين نشوفها؟ نشوفها بالراديكولار بورشن. اي صحيح نشوفها بالراديكولار بورشن بس انا هنا بعدين قايل لي انه عندي وتنشاف ايضا بالكورونال. فيعني هي هاي الترو دنتيكال تنشاف بالراديكولار بورشن وايضا هي موجوده بالكورونال بورشن. زين بعد عندي فد ملاحظه عليها؟ لا ها هي خلصت هاي بالنسبه للترو دنتيكلز.